حقي ولو شرحته جسدي لسهر منه على قيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي صباح الخير استاذ نزار. اهلا وسهلا. صباح النور. بس الوظيفه تاخر، ممكن توصلني بطريقك بالسياره؟ طبعا طبعا. تفضلي تفضلي تفضلي. لا تخاف، شنطتي ما فيها مسدس وأنا ما رح أخطفك. يعني ليش في غير الأهبل ممكن يخاف من إنه تخطفه بنت حلوة مثلك؟ وبعدين ليش عم تهدديني بالمسدس؟ ما عندك سلاح أحدث وأقوى. شو هو؟ شو هو؟ عيونك. تأخرت على الشغل. طيب ممكن تقولي لي وين طريقك وين شغلك مشان وصلك؟ نفس الطريق، ما رح أعزفك. أنا طريق على وزارة الخارجية، شغلي هنيك. وأنا رايحة لنفس العنوان لأنه وظيفتي هنيك. هلأ نحن الاثنين زملاء بنفس الوزارة؟ زملاء بس مع الفرق الكبير بالمرتبة. أنا موظفة جديدة وأنت أشهر من وزير الخارجية نفسه. أنا اسمي هدى. ميت أهلا وسهلا. طيب باعتبار أنا أشهر من وزير الخارجية نفسه، في داعي أعرفك باسمي؟ حب أسمع بصوتك. نزار قباني. فرصة سعيدة أنسي هدى. فرصة سعيدة أستاذ نزار. هذا مكتبي، إمتى ما حبيتي أهلا وسهلا. نشوفك أكيد.
نورا شو المشكلة؟ ما في مشكلة بيدرو، انت شاب لطيف ومؤثر ويمكن انا حبك، بس هذا ما نو سبب كافي لحتى نكون زوجين سعيدين. الحب بحل كل هاي المشاكل. انت بتحب بلادك اسبانيا وانا بحب بلدي سوريا، ومن المستحيل انه يجمعنا سقف واحد باي بلد منهم. بس انت كنتي بتعرفي هذا الكلام من البداية، ومع هيك وافقتي على الخطوبة. وافقت مشان فكر، وانا هلأ فكرت قررت. يعني هذا آخر كلام؟ هذا الخاتم حلو وتقيل، يعني ثمين بلغتك. بتمنى انه يكون من نصيب وحدة تليق فيه. أنا رح ضل إجي عالشام، وبتمنى إنه نضل أصدقاء. وأنا كمان، ورح كون دليلتك السياحية بكل الأماكن الأثرية، لو إنه هاي المهمة صارت متعبة بالنسبة لإلي. بابا شو يعني قوس قزح؟ بابا قوس قزح بدك تقول يعني مجموعة ألوان تظهر بطرف السماء بعد ما الدنيا تمطر. عم نقدر نشوفها بالشتوية؟ طبعا نقدر نشوفه بالشتوية، بس مو نحن جوات البيوت، لنطلع على البرية وننتظر الشمس حتى تطلع من بين الغيوم، ساعتها بيرسم قوس قزح بين السماء والأرض، بس ما بيطول كتير، لحظة وبيختفي. نزاع يا مو نزاع. خير يا مو؟ خير. تعا شوف نزار. تعا. خير يا مو؟ شو فيه؟ راح. شو اللي راح يا مو؟ قولي لي. طلع هيك شي مثل قوس قزح وراح. يا ريت وضل شوي، كانوا شافوا الاولاد. أهلين هانسي هدى، تفضلي. ما رح أطلق عن شغلك، كلمة ورح أمشي. هذا مو شغل عام، شغل خاص، فما حتعطليني عن شيء، تفضلي.
فاضي اليوم المساء؟ حسب. في فيلم جديد عم ينعرض سينما أوتوغراف، حابة نحضره سوا، عندك وقت؟ أنا مو بس عندي الوقت، عندي الرغبة كمان. لو تركت التانية لأكتشفها بنفسي كان أحسن. بطفولتي لما كنت روح السينما كانت السينما تبقى كلها رجال، ما في ولا مرة واحدة، وهذا منافي للطبيعة، لأنه حتى الفردوسي بيزدان لما بيكون في حوريات. فاليوم لما رح أروح برفقة مرة حلوة مثلك رح سجل أول انتصار إلي على أيام الحرمان هديك. بس هيك؟ على الأقل هاد أول شي رح حس فيه. اليوم المساء الساعة 6 رح كون انتظارك قدام البيت، أوكي؟ لا مو أوكي، لحظة شوي. هلا اوكي. بدي اعرف هلا انت واثقه انك اخذتي القرار الصحيح؟ هيك ما بعرف، بس انا واثقه انه حياتي مع بيدرو ما رح تزبط. ومنين اجتك هاي الثقه؟ فتره الخطوبه هي اللي وصلتني لهالنتيجه. اكتشفت انه حبه للفن وللتصوير الفوتوغراف اخذين له كل اهتمامه، بدل حمى القلب حمى التصوير الفوتوغراف. عنده رغبة يشوف العالم الشرقي وينقله لكل العالم من خلال صوره. أنا حبيت في هاي الرغبة ورافقته بكل تنقلاته بسوريا، وصرنا ندور على صور غريبة تحكي للناس حكايات. وفجأة ذكرت إنه هو خلال هاي الفترة كلياتها ما قال لي كلمة حب واحدة، حتى ولا قال لي إنه شعرك حلو. حسيت إني مخلوقة ثانوية. كان يعاملني وأنا خطيبته على أني دليل سياحي، وبكرة بس نتزوج ما رح يعاملني أحسن من مساعد ومصور. هلأ أنا ممكن أفهم هذا الكلام وأقتنع فيه بحالة واحدة بس. شو هي؟ أنه ما يكون في شخص ثاني دخل حياتك. هلأ ممكن يكون في حدا ثاني أثر على عواطفي وخلاني أعيد ترتيب أفكاري، بس لولا وجود نقطة ضعف بعلاقتي مع بيدرو ما كان قدر ينجح ويوصل لعواطفي. فيني أعرف مين هو؟ لو ما كنتي بتعرفي كنت قلت لك مين هو، بس أنت بتعرفي، ولو ما كنتي بتعرفي ما كنتي سألتيني هالسؤال. ما إلها عاد صالتكم هالفوضى. الشيء اللي اكتشفته أنا وبعد تجربة إنه الإنسان العربي ما في شيء بيستهوي قد خلق القوانين، كأنه الشيء هذا بيمنحه شعور بأنه صار بطل. يلا خلينا نمشي، أنا بروح على بيتي وأنت بتروحي على بيتك. والله ما بعرف ليش طلع حظي من الدنيا هيك، ما بلحق قلبي يتهنى باستقبال ولد مسافر إلا الله بيكتب علي وداع ابن تاني مسافر. يا مو يا مو، سفر صباح غير سفري. هو مسافر يتعلم ويجيب دكتوراه وإجازاته على كيفه. يعني إمتى ما اشتقتي له بتقلي لي ببعت له برقية بصير هون، يعني يمكن تشوفيه أكتر مني أنا اللي ساكن بالشام، شو رأيك؟ يلا ابو صبيح ودع ما بدنا نتاخر عن الطياره. Thank you.
ليس عندي لكم خبز ولا كساء ولا دواء. حياتكم أثمن من أن تستحيل إلى مخبز لا تعبق منه إلا رائحة الطحين، وحروفي أثمن من أن تكون قلبا يحرق في ذلك المخبز. أنا ناقل عطر، سفير يحمل الزنبق إلى مزهرياتكم. اسمحوا لي أن أحمل إلى بيوتكم بعض الزنبق الذي جمعته من عنق حبيبتي من صباح ذراعيها. الخبز وحده لا يكفي لملء حياتكم، الخبز وحده لا يكفي لملء حياتكم، لملء أيامكم. لا كان البيت الذي لا يتعانق فيه بياض الرغيف مع بياض الزنبق، لا كان. برافو نزار. رسائل لم تكتب لها. مزقيها كتب الفارغة الجوفاء إن تستلميها، والعنيني والعنيها. كاذبا كنت وحبي لك دعوة أدعيها. إنني أكتب للهو فلا تعتقدي ما جاء فيها، فأنا كاتبها المهووس لا أذكر ما جاء فيها. اقذفيها، اقذفي تلك الرسالات بسل المهملات، واحذري أن تقعي في الشرك المخبوء بين الكلمات. فأنا نفسي لا أدرك معنى كلماتي. فأنا نفسي لا أدرك معنى كلماتي. فكري تغلي ولا بد لطوفان ظنوني من قناتي. أرسم الحرف كما يمشي مريض في سباتي، فإذا سودت في الليل تلال الصفحات فلأن الحرف هذا الحرف جزء من حياتي، ولأني رحلة سوداء في موج الدوات. أتلي فيها وادفني كل رسالاتي بأحشاء الوقود، واحذري أن تخطئي أن تقرأي يوما بريدي. فأنا نفسي لا أذكر ما يحوي بريدي، فأنا نفسي لا أذكر ما يحوي بريدي، وكتاباتي وأفكاري وزعمي ووعودي لم تكن شيئا، فحبي لك جزء من شرودي. فأنا أكتب كالسكران، فأنا أكتب كالسكران، لا أدري اتجاهي وحدودي. أتلهى بك بالكلمة تمتص وريدي. فحياتي كلها شوق إلى حرف جديد، ووجود الحرف من أبسط حاجات وجودي. هل عرفت الآن ما معنى بريدي؟ سواعدنا وعلى دمائنا وعلى حقوقنا. احنا اغنياء،
كنا متهونين في حونة، النهاردة بنستردها. هذه الأموال أموالنا، هذه القناة الملك لمصر. ولهذا لقد وقعت اليوم موافقة الحكومة على القانون الآتي: قرار رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. ألو، أهلين كمال. لا والله ما سمعت الراديو مبارح إطلاقا. مبارح رئيس جمال عبد الناصر أما بقناة السويس، واليوم تمت السيطرة على كل مكاتب الإنجليز فيها. افتح الراديو، عم عيدوا خطابه بإذاعة القاهرة، اسمعوا بسرعة. طيب كمال، بحكي معك بعدين. يلا. قرار رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. اليوم منظر الشام بياخد العقل، مظاهرات مع ابي الدنيا، والناس كلها عم تهتف بحياة جمال عبد الناصر وعم يطالبوا بالوحدة مع مصر. تأميم قناة السويس عمل بطولي وتاريخي قام فيه الرئيس جمال عبد الناصر، وجه فيه ضربة للاستعمار الغربي، الاستعمار اللي ما عم يقبل يستوعب فكرة حرية واستقلال الشعوب. بس للأسف الأمور ما حتضل هيك. وشو الاحتمالات برأيك؟ بالفترة الأخيرة عم تجينا إشارات من إخواننا المصريين عن حشود عسكرية إنجليزية فرنسية إسرائيلية عم تتحضر هلأ لتوجيه ضربة عسكرية على مصر لتحقيق عدة أهداف، من ضمنها إعادة القناة لوضع السابق. الإنجليز بدهم يعاقبوا جمال عبد الناصر لأنه دايماً عم يوقف بوش مشاريعهم، والفرنسيين بيعتقدوا أنه الإطاحة فيه تقضي على حركة التحرر العربي بشمال إفريقيا وخصوصاً الثورة الجزائرية. لو الإسرائيليين معروفة أهدافهم، بلشوا يخافوا من سياسة جمال عبد الناصر الخارجية لأنه عم يطالب بحقوق الشعب الفلسطيني، فما لقوا طريقة إلا أنه يزلوه بميادين الحروب. يا جماعة حرام عليكم، شو نحن قاعدين بجو مؤتمر سياسي؟ اليوم عيد ميلاد نورة بدنا نحتفل فيها. معك حق، نحن آسفين. طيب شو بدك منا نساوي؟ شو أستاذ نزار؟ شو بتحب نعمل؟ أنا رأيي إنه نقلها كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. وأنا بدوري رح قلها 20 عاما فوق درب الهوى، ولا يزال الدرب مجهولا، فمرة كنت أنا قاتلا وأكثر المرات مقتولا. 20 عاما يا كتاب الهوى، ولم أزل في الصفحة الأولى. صباح الخير استاذ نزار. اهلا وسهلا، صباح النور. لا تواخذنا، اجينا دقين عليك الباب بيوم عطله. شو بقدر انا ساعدكم؟ انا اسمي احمد، والانسه ندى خطيبتي. لما كنا بالثانويه حبينا بعضنا من ورا شعرك، وكنا نتبادل قصائدك بالرسائل، وهلا قررنا نتجوز وعرسنا يوم الخميس اللي جاي. من قلبي الف الف مبروك يا رب. وهي بطاقه الدعوه استاذ، شكرا كثير. انا كثير 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 مسرور انه اثنين حبوا بعضهم من خلال شعري، وراح يتزوجوا من خلال شعري، فألف مبروك، ورح أقول لكم المبروك هي بالعرس وعلى طريقتي كمان. شكرا كتير كتير استاذ نزار، عن إذنك. أهلا وميت سهلا، ألف مبروك، مع السلامة. Ah!
شايفك كأنه بلشت تضجر من الشام. هو مو ضجر، هو إحساس بالفراغ. فراغ؟ طيب ما اللي فراغك؟ للشاعر نزار قباني الذي امتلك قدرة عجيبة على تحريك المشاعر وإرسال أصحابها إلى الجحيم. أنا يا سيدي قارئة أدمنت أشعارك وحفظتها عن ظهر قلب ووضعتها في صدري كتميمة تبعد عني الأذى، وعشت في ظل وهمها إلى أن وقعت الكارثة وكنت أنا الضحية. أجل أيها الشاعر الناطق بلسان حال الرجال والمروج لنزواتهم الرخيصة، صدقت كل ما قلته عن الحب وسبحت في غيبوبة النشوة. تعذبني الحرقة الدائمة لشاب يعشقني وأعشقه، ولم أكن أعلم أنني بصدد الوصول إلى اكتشاف مرعب لم تذكره أنت في أشعارك من قبل، لأنك بكل بساطة مثل كل الرجال لا يعنيهم سوى نزواتهم. لقد أحببته وتعاهدنا أن نكون شخصا واحدا حتى الموت، وعندما استبدت به النزوة جر المخاطرة المحرمة معه ثم خدعني وتركني. قلت له أنا حامل، فقال أسرعي إلى الطبيب، وكان الأمر كما لو أنني لم أدرك. ما يثير اشمئزازي هو حقيقة نفسي. بفضلك وبفضل أشعارك أيها الشاعر العظيم اخترت الحب دون أن أتنبأ ولو بشكل غامض بما ينتظرني على هذه الطريق. حياتي أصبحت فاسدة، وأقضي أيامي في معاناة اليأس والملل على نار هادئة في بحر من دموع الإثم وتعذيب الضمير، وأفكر أحيانا بقتل نفسي لأتخلص من الحياة. هل جربت هذه الدموع أيها الشاعر العظيم؟ لا أظن، لأنك رجل بكل بساطة. أين ذنبي؟ وفيما يكمن؟ هل ما قالته القارئة صحيح عني وعن شعري؟ هل صحيح أنني رجل أسعى إلى ما أريد، وأما الاعتبارات الأخرى فليست سوى وسيلة للوصول إلى هدفي؟ أيتها القارئة المجهولة، انظري حولك جيدا فسوف تجدين أن العالم ليس جميلا وسعيدا دائما. علينا أن نركز على الأشياء الجميلة. هذا ما حاولت أن أفعله، أن أسبغ على قصائدي بساطة الكمال لكي تضفي نبلا على كل شيء. والشعر الذي كتبته كان وثيقة وقعت بها آثار مروري في هذا العالم. إني متألم لأجلك، وليس بوسعي أن أستدل على طريقة لمساعدتك وأنا أجهلك. شبك يا ابني؟ ليش عم تعذب حالك هيك؟ شو اللي شاغل بالك؟ أمي، هلأ أبي وقت كان يغلط من غير قصد، شو كان يعمل ليتخلص من إحساسه بالذنب؟ كان يصلي يا أبي. هذا اللي كان يعمله واللي لازم أعمله أنا، حتى أني نسيت الصلاة ونسيت كيف أرفع وجهي للسماء.
لا تمتقع هي كلمة عجلة، إني لأشعر أنني حبلى. وصرخت كالملسوع بي: كلا سنمزق الطفل. وأردت تطردني وأخذت تشتمني، لا شيء يدهشني، فلقد عرفتك دائما نذلا. وبعثت بالخدام يدفعني في وحشة الدرب، يا من زرعت العار في صلبي وكسرت لي قلبي، ليقول لي مولاي ليس هنا، مولاه ألف هنا لكنه جبنا، لما تأكد أنني حبلى. ماذا أتبصقني والقيء في حلقي يدمرني، وأصابع الغثيان تخنقني، ووريثك المشؤوم في بدني، والعار يسحقني، وحقيقة سوداء تملأني هي أنني حبلى. ليراتك الخمسون تضحكني، ليراتك الخمسون تضحكني. لمن النقود؟ لمن؟ لتجهضني؟ لتخيط لي كفني؟ هذا إذن ثمني؟ ثمن الوفا يا بؤرة العفني؟ أنا لم أجئك لمالك النتني. شكرا، سأسقط ذلك الحمل، أنا لا أريد له أبا نذلا. إن التحديات التي تقتضيها المعركة وضروراتها سوف تفرض علينا، ولا بد أن تفرض علينا، الحاجة إلى تجديد أنفسنا لكي نصل إلى مستوى القدرة المطلوب لهذه التحديات وضروراتها. إن أوقات الخطر هي دائما فرصة الأمم الحية، تبرز فيها كل ما لديها من الملكات الإنسانية والذخائر المادية والحضارية لكي تستطيع أن تهزم الخطر. ونحن الآن في وقت خطر عصيب، علينا أن نرتفع عليه، ولا يتحقق ارتفاعنا إلا بمقدار ما نحن مستعدون لتجديد أنفسنا من الداخل بالفهم وبالعلم. إن حتمية المعركة يجب أن تعطينا، ولا بد لها أن تعطينا، عزما وصلابة. هذا وقد قامت مجموعة من المقاومين الشباب في سوريا الشقيقة بنسف أنبوب البترول ومحطة الضخ الموجودة على الساحل السوري، تعبيرا عن الغضب الشعبي والجماهيري على العدوان الثلاثي على مصر. فلقد وجد الشعب السوري في الرئيس جمال عبد الناصر الزعيم الذي كان ينتظره، والقائد الذي يأمل قدومه. والاعتداء على مصر هو اعتداء على الأمة العربية بأسرها. وفي هذه الأجواء القومية المتأججة، كان من الاستخفاف بمكان أن تفترض بريطانيا وفرنسا أن سوريا الشعبية ستسمح للنفط العراقي بالتدفق عبر أراضيها في حال تعرض مصر للعدوان. سعادة السفير، أنا وزملائي الضباط في الجيش العربي السوري ما عنا أي شك بقياداتنا السياسية والعسكرية، وما عنا أي شك كمان بأنه الشعب المصري البطل قادر على تحرير أرضه، لكن نحن إجينا لهون بطلب تاني. هو أي طلبك يا بند؟ باسمي واسم زملائي الضباط نرجو من سعادتك تأملنا الذهاب إلى مصر فورا لنشارك إخواننا الضباط في الجيش المصري والمقاومة الشعبية المصرية في معارك الشرف والدفاع عن الوطن. أرجو من سعادتك أنك تقدر وضعنا النفسي، نحن قاعدين هون عم نسمع الراديو ونقرأ الجرايد بينما أخواننا في مصر عم يستشهدوا ويحاربوا في سبيل الوطن. نحن ودعنا أسرنا وأهالينا، ومن هاللحظة مستعدين لدخول ميدان القتال. يا والدي، هذه الحروف الثائرة تأتي إليك من السويس، تأتي إليك من السويس الصابرة.
إني أراها يا أبي من خندقي، سفن اللصوص محشودة عند المضيق. هل عاد قطاع الطريق يتسلقون جدرانا ويهددون بقاءنا؟ فبلاد آبائي حريق. هذه الرسالة يا أبي من بورسعيد، أمر جديد لكتيبة الأولى ببدء المعركة. أنا ذاهب لمهمتي لأرد قطاع الطريق وسارقي حريتي. لك للجميع تحيتي. لم يبق فلاح على محراثه إلا وجاء، لم يبق طفل يا أبي إلا وجاء، لم تبق سكين ولا فأس ولا حجر على كتف الطريق إلا وجاء ليرد قطاع الطريق، ليخط حرفا واحدا، حرفا بمعركة البقاء. هذه الرسالة يا أبي من بورسعيد، من حيث تمتزج البطولة بالجراح وبالحديد، من حيث تمتزج البطولة بالجراح وبالحديد، من مصنع الأبطال، من مصنع الأبطال أكتب يا أبي من بورسعيد. صديقتي الغالية، لقد هدمت المعركة كل مفاهيم الجمالية، فلا تستغربي أن أزهد بكل ما تعبق به خزائنك من أصفر وأسود وليلك. ماذا؟ هل غيرت معركة بورسعيد حواسي أيضا؟ إن رائحة العطر التي كانت تنسف أعصابي من جذورها لم تعد ذات موضوع. أشياء كثيرة كانت تزلزل وجودي في زمن السلام لم تعد تفعل بي شيئا. لقد أخذت القصائد مكانها في الخنادق وتحت الأسلاك الشائكة، وحاربت بجميع ما يحمل الحرف من طاقة وقوة وتفجير. البنادق والقصائد والعيون السود كلها أصبحت فحما مشتعلا في ليل المعركة. هنحارب من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية. عملوا كده في الحرب العظمى، شعوب انتصرت وخلقت بلد. النهاردة ثبتنا هو اللي هيقرر مصيرنا. ثبتنا هو أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ألو، أهلين. مين؟ الأستاذ عاصي الرحباني. يا ميت أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. تسلم، بس بدي أقول لك أني عم أحكي معك هلأ من بيروت، ورح أدخل بالموضوع دغري مثل ما بقولوا إخواننا بالشام. فيروز حابب تغني قصيدي من قصايدك الحلوة، وأنا حابب لحلها إياها. عندك مانع خي نزار؟ معقول تسألني هالسؤال أستاذ عاصي؟ ليش في شاعر براسه عقل ممكن يرفض أنه تبحر
أشعاره بمركب ألحانك وبرفقة صوت السيدة فيروز؟ والله بدون مجاملة أنه هذا ميلاد جديد لكلماتي أستاذ عاصي، وقصيدة لا تسألوني ما اسمه حبيبي وغيرها تحت تصرفك وتحت تصرف السيدة. قالت لي السمراء: كيف بتنظر لهالديوان هلأ بعد مضي كل هالوقت؟ شو موقفك منه هلأ؟ لا شك انه ديوان قالت لي السمراء كان مفتاح لشهرتي، لما حكى عن الحب وهز مستنقع المدينة التي لا تعترف بالحب ولا بأحلامها. حملني صليبي أمام ألوف الشابات والشبان وفتح الضوء الأخضر ليعبروا إلى الرصيف الثاني حيث كانت الحرية بانتظارهم. ديوان قالت لي السمراء لعب لعبة الحرية على قدر ما يستطيع أن يلعبها تلميذ على مقعد الدراسة، وإذا كان الحب والشهوة اتصفوا بالتوتر والعصبية فلأن الحب في تلك الأيام كان محظورا ومقهورا ومسروقا من ثقوب الأبواب. عفوا أستاذ نزار، اسمح لي أقاطعك شوي، يعني النقد والنقاد ما شافوا اللي عم تحكي عنه أو حتى الأغلبية منهم، يعني قل أن عرف النقد العربي ناقدا تطهرت ريشته من سواد الحقد أو تبرأت كلمته من حليب الكراهية العكر. يعني أنا بشوف هاي المعارك الأدبية إنه هي أشبه بمعارك الدجاج والديك، ريش نافش ومخالب تغرز في الأعناق، وأنا بطبيعتي بعيد كل البعد عن هالمعارك الدموية هاي، ولن تجدي عندي رد على هذا الهراء. أنا رح كمل بشعري، أنا ماض في شعري، وليمضهم في تجنيهم وسمومهم، فما يكتبونه هو حادث آني قابل للموت. بينما شعري هو حادث تاريخي خارج سلطة الموت. نزار،
صار لك زمان يا مو هون؟ من زمان، من زمان كتير يا مو. امشي تقبرني، امشي لجوا. يا مو ضميني يا مو، تعاد هذه الرسالة إلى المرسل لوفاة المرسل إليه آمال حسين، فقد قضت المذكورة شهيدة أثناء مقاومة العدوان الثلاثي في معارك بورسعيد.